على الرغم من تجنب معظمنا صعود الدرج واستخدام المصعد الكهربائي بدلا عنه، إلا أن صعود الدرج يقي من الإصابة بعشرة أنواع من السرطان. وكلامي وفق دراسة سويدية حديثة. الدراسة توصلت إلى وجود علاقة بين ممارسة بعض الأنشطة مثل الجري والمشي والسباحة وركوب الدراجات وصعود الدرج وبين انخفاض فرص الإصابة بالسرطان. اللياقة البدنية العالية لدى الشبان الأصحاء مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بعشرة من أصل 18 نوع من السرطان تم فحصها، وذلك وكلامي وفق دراسة سويدية. أنا من يعني أحب صعود الدرج، يعني لو في درج ومصعد أختار الدرج على طول. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك. من قلبين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.